السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد بدوي من صفحة الفاشن جاليري، وإن شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مقاييس رسم البورتريه. البورتريه ليه مقاييس معينة عشان يطلع بشكل شيك أو بشكل غير مبالغ فيه، لأن البورتريه لو حصلت فيه مبالغة ممكن يبقى كاريكاتير أو ممكن يبقى أي نوع رسم غير البورتريه. هنفترض بالمقاييس، هنفترض وهطبق ده عملي على شكلي انا. هنفترض ان العين مقاسها 2 سم على الورقه انت وبترسم، هنفترض ان العين مقاسها 2 سم. لو العين دي 2 سم يبقى العين دي 2 سم ما بينهم عين، يعني ما بين عندي وما بين عندي 2 سم و 2 سم، هنا في 2 سم. الانف الانف عين ونص، يعني لو العين دي 2 سم يبقى الانف 3 سم. طيب الانف من القناه الدمعيه دي للقناه الدمعيه دي بننزل خطين بيبقى هنا الأنف. بالنسبة للفم من نص العين ونص العين بننزل خط بيبقى هنا الفم، يبقى الفم من نص العين والأنف عند القناة الدمعية تحت العين. بالنسبة للودن، الودن بتطلع من نص العين دي، بتطلع لحد الحاجب، من حاجب بتاجي نازلة لحد آخر الأنف. تمام، يبقى العين دي 2 سم والعين دي 2 سم، في النص هنا في بينهم عين، والودن بتطلع من نص العين لحد الحاجب فوق بتنزل لحد الانف. تمام، المسافة ما بين العين والودن نص عين، يعني لو العين دي 2 سم يبقى المسافة من هنا لهنا نص عين، يبقى سنتي. المسافة ما بين الانف ونص الفم هنا دي نص عين، يعني لو العين 2 سنتي يبقى هنا سنتي. المسافة من هنا لأول الدقنة هنا نص عين يبقى هنا سنتي، يبقى دي مسافة دي من هنا نص البق هنا سنتي وهنا سنتي، نص عين ونص عين، العين 2 سنتي. طيب المفروض ان المسافة دي من هنا لحد أول العين كد المسافة دي كد المسافة دي، الوش 3 اطلاق. بتصادفني بورتريهات كتير، او غالبا يعني بتبقى مثلا في عين اضيق من الثانيه، بيصادفني في حاجب بشكل مختلف عن الثاني، ده شيء طبيعي جدا. اغلب الناس اللي انا يعني رسمتهم لاحظت فيهم ده، في ناس بيبقى عينها الشمال اضيق من اليمين او العكس، في ناس بتبقى الانف بتاعهم مثلا بيبقى مختلف عن الطبيعي شويه، ده شيء طبيعي خالص في البورتريه. كل المقاييس اللي انا اتكلمت عليها دي لو الشخص ضحك، يعني لو انت بصيت على نفسك كده في المرايه وضحكت، كل المقاييس اللي احنا اتكلمنا عليها دي هتبقى غلط في غلط، لان كلها بتختلف، الانف بيختلف والعين بتختلف، كل المقاييس دي بتبقى غلط. المقاييس دي للشخص اللي هو عادي كده مش بيضحك، ف يعني بتبقى لحد ما مقاييس طبيعيه. غير كده لا، بتعتمد على خياله، واي رسام لازم عينه تبقى مرتبطه بعقله وشاف الرسمه وخزنها عنده، وبعدين مرتبطه بايده، تبقى من الحاجه اللي شافها وخزنها ايده بترسم صح. لازم الثلاثه دول، يبقى العين مع العقل مع الايد عشان تطلع رسمه صح. ولما نيجي نرسم لازم نبتدي بالعين، بعدين الانف، بعدين الفم، دي الملامح اللي من جوه، بعدين الودن، وبنرسم الدقن هنا عشان لما بنيجي ننزل بالخط نشوف فين الودن نازلة على الدقن، عشان ما تروحش من هنا كده او ما تروحش من هنا كده، تبقى يعني ايه نازلة مظبوط. نرسم هنا، نرسم الجزئية دي عشان تبقى نازلة من الودن نازلة صح، البورتريه نازل مظبوط. يا رب الفيديو يكون عجبكم.